حمدي مع النادي الاهلي ووعد بحصوله على فرصه خلال المرحله المقبله. عندك 30 لعيب كلهم احسن من بعض، فبالتالي اللي بيلعبوا 11 اللي بينزلوا خمسه. فكان عمار حمدي كان قاعد في المخيمات ما بيشاركش ما شمهاش، فبالتالي قال لك خلاص، كان ضارب بوز كده شبرين في يوم السوبر رغم الفوز في اوضه اللبس، وهو ماسك الموبايل كده وايه قاعد قرفان ومش طايق نفسه، عمال يقول لي بقى حبايبه شايفين الراجل عامل فيا ايه كده يعني. فموسيماني ابدا تمسكه بعمار حمدي ورفض فكره الحديث عن الاستغناء عنه، قال لهم عمار حمدي انا محتاجه، وعمار حمدي هيبقى لاعب له دور عندي، ولكن عليه الصبر وعليه الاجتهاد وتحين الفرصه، وسيحصل على الفرصه في كاس الرابطه باذن الله تعالى في 12 اللي تنطلق يوم 12 يناير باذن الله باذن الله. فالعفريت مستمر مع النادي الاهلي بامر من موسيماني وحرص شديد من موسيماني على الاستمرار مع النادي الاهلي. طيب، وانا بكلمك عن النادي الاهلي لازم اقول ان الراجل الطيب اللي اسمه محمود الخطيب بيفضل مصلحه النادي الاهلي على مشاعره الشخصيه، بدليل ان علاء عبد الصادق المعروف تاريخيا داخل جدران القلعه الحمراء بانه رجل محمود طاهر الاول، حتى تمت اقالته من منصبه في منصب مدير الكوره، والحديث عن التسريبات انذاك خلال تواجد محمود طاهر رئيسا للنادي الاهلي، يختاره كابتن محمود الخطيب عضوا في مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم. هذا الاختيار من الكابتن محمود الخطيب للكابتن علاء عبد الصادق هو اختيار للكفاءة، للتميز، للاحترام، للرقي، للشياكة، للأدب، للاختلاف على الفكرة، وليس الاختلاف على النادي الاهلي. اختاره كابتن محمود الخطيب عضوا في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وده يقول لك على حاجة، إن ميزة ولاد النادي الاهلي بقولها لك بكل أمان عن أي نادي في مصر، إنه بيختار اللي فيه مصلحة النادي، بدليل إن كابتن محمود الخطيب في العام الماضي لما جه يعمل شركة الأهلي لكرة القدم جاب مين؟ جاب المهندس مصطفى مراد فهمي الذي كان مرشحا نائبا على قائمة منافسه المهندس محمود طه، لكن هو بيبص مصلحة النادي في المهندس مصطفى مراد فهمي ده ملوش زي في مصر من خبرات في المجال الإفريقي وفي المجال الدولي لما اشتغل في الفيفا رئيس لجنة المسابقات، فبالتالي ملوش مثيل، يبقى ده يجي في شركة الأهلي لكرة القدم مع ياسين بيك منصور. فانضمام علاء عبد الصادق يدل على أن كابتن محمود الخطيب يختار الأفضل والأصلح للنادي الأهلي وليس الأقرب إلى قلب. يعني ده الراجل ده كان مترشح ضدنا وكان إيه يعني مترشح ضدنا؟ ما هو برضه مترشح بأدب ورقي وده حقه. فده منهج رائع جدا من الكابتن محمود الخطيب، حبيت ان انا اقف عنده واحييه عليه واقدره على هذا الامر لانه يختار الاصلح للنادي وليس الاقرب الى شخص. طيب، صفقه بيتسو موسيماني اللي عمال يتكلم عليه